السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم أينما كنتم من جبتي، أحييكم وأقرأ على حضراتكم هذه النشرة لهذا المساء. أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بأهم العناوين. الدفعة الأولى من الرحلات الأولى للحجاج الجيبوتيين ستنطلق يوم غد إن شاء الله تعالى. إذا استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة في خدمة الحج. إليكم تفاصيل النشرة. نتيجة للأوضاع الأمنية غير المستقرة، قامت الحكومة الجيبوتية بتيسير طائرتين من الخطوط الجوية الجيبوتية إلى مدينة دغيداوة الأثيوبية بهدف إجلاء المصيفين والسياح الجيبوتيين إلى البلاد. ووصلت الطائرة الأولى في مطار حنبوليا الدولي مساء أمس تحمل على متنها 109 من المصيفين والسياح الجيبوتيين، ومن المقرر أن تصل الطائرة الثانية خلال الساعات القليلة القادمة. وتم استقبالهم لدى وصولهم إلى مطار حنبلي الدولي من قبل أعضاء الحكومة، وبحضور أيضا شخصيات هامة من السلطات الجيبوتية. وتقدر الإشارة إلى أن الحكومة الجيبوتية تبذل قصارى جهدها لضمان عودة جميع المصيفين الجيبوتيين من دغيداوة إلى جيبوتي. وكما نشاهد مشاهدينا الكرام، تم استقبال هؤلاء المصيفين الجيبوتيين الذين كانوا يتواجدون في الأراضي الأثيوبية وتحديدا في دغيداوة، تم استقبالهم باستقبال حار من قبل عائلاتهم ومن قبل أعضاء الحكومة الذين كانوا متواجدين لدى وصولهم إلى مطار حنبلي الدولي. وفي مقابلة صحفية أجراها معه التلفزيون الوطني، تطرق مدير عام الخطوط الجوية السيد عبد الرحمن علي إلى أن الرحلات الأولى للحجاج الجيبوتيين الموجهة إلى الأراضي المقدسة ستبدأ يوم غد إن شاء الله تعالى، وأن الرحلات الجوية الأولى ستكون 3 رحلات مختلفة. ولنعرف المزيد حول كلمة المدير العام للخطوط الجوية السيد عبد الرحمن، ينضم إلينا الزميل خضر. أهلا بك خضر. أهلا بك زميلة حسنة عبد يحيى. أوضح المدير العام للخطوط الجوية الجيبوتية أن الخطوط الجوية واجهوا بعض العراقيل العام الماضي وتعتذر على هذه العراقيل التي واجهتها العام الماضي، وهذا قادنا إلى تصحيح أخطائنا. وأضاف أننا سنقدم ابتداء من يوم غد بنقل أول دفعة من الحجاج الجيبوتيين إلى المدينة المنورة. وكما لاحظتم على موقع الخطوط الجوية هناك جميع برامج الرحلات مسجلة عليها، وإن أول رحلة مقررة يوم غد في تمام الساعة 10:05 ونطلع الحجاج الجيبوتيين التوجه إلى مطار جيبوتي الدولي 3 ساعات قبل موعد الإغلاق، أي في حوالي 6:30 صباحا. أما الرحلة الثانية فإنها مقررة في 8:00، وعليهم التوجه إلى المطار قبل 3 ساعات أي من موعد الإقلاع حوالي 5:00 عصرا. أما بالنسبة للرحلة الثالثة فإنها مقررة في 10:00 مساء، وعلى الحجاج الجيبوتيين التوجه إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد الإقلاع. هذا وذكر إلى أن يوم غد ستنطلق 3 رحلات مختلفة في أوقات مختلفة أيضا، وأيضا ستقل الخطوط الجوية الجيبوتية الحجاج الجيبوتيين في هذا العام. إليك الكلمة زميلة حسنة عبد الحي. شكرا جزيلا خضر. وشركة الخطوط الجوية الجيبوتية تم إنشاؤها في عام 1993
السعين، حيث كانت آنذاك تحت إشراف شركة الخطوط الجوية الفرنسية. والمزيد حول هذا الموضوع أي نتابع المزيد في هذا التقرير مع زميل خدر علمي جبريل. أسست شركة الخطوط الجوية الجيبوتية في عام 1963، حيث كانت آنذاك تحت إشراف شركة الخطوط الجوية الفرنسية. وفي عام 1977 خلال إعلان استقلال جيبوتي تم إعادة تمويل الشركة ماديا. هذا وقدمت الشركة خدمات كثيرة وجالت جميع العواصم الإقليمية، وكانت تقوم أيضا برحلتين داخليتين يوميا إلى تجورة وإلى أبوخ، وكانت معروفة بغزال الصحراء، وتعتبر هذه الشركة فخرا لكل جيبوتي وجيبوتية. شركة الخطوط الجوية الجيبوتية هي واحدة من أقدم الشركات في القارة الإفريقية، وتوقفت أنشطتها بسبب خلل إداري في عام 2002 بعد أن شغلت عدة سنوات، واستأنفت رحلاتها الجوية من جديد في يوم الثالث من أغسطس عام 2015، وبدأت رحلاتها الأولى منذ إيقاف نشاطها في عام 2002. هذه الرحلة اعتبرت ولادة جديدة لشركة الطيران الجيبوتي، حيث قامت برحلة جوية بين جيبوتي وهرجيسا سوماليلاند بصفة طائرة شحن حملت 6 أطنان من البضائع. لا تزال شركة الطيران الجديدة شركة وطنية، وتشرف إدارتها شركة الطيران كارديف البريطانية، وتعد شركة الطيران شركة وطنية وتقوم بالعديد من الرحلات إلى مختلف المدن في المنطقة. وشهدت هذه الشركة بتطورات ملحوظة وخطط خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال النقل، وتندرج هذه الخطوات في إطار تنفيذ استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحويل بلدنا إلى منصة الأعمال التجارية والاقتصادية في العالم. وأشار فخامة رئيس الجمهورية سيد إسماعيل مرقلم متحدثا عن هذه الشركة في حفل افتتاحها، وقال إنها بداية نشاط تجاري وحقبة جديدة في مجال النقل، ومساهمة في بناء وتطوير بلادنا وجعله مركزا دوليا. إذن ذلك هذا كان تقرير الزميل خدر علمي جبريل حول شركة الخطوط الجوية الجيبوتية التي تم إنشاؤها في عام 1963. يستقبل مركز الحسينة المخصص للإنجاب في كل يوم عشرات النساء الحوامل وخاصة حالات الحمل، وتحت قد يستقبل هذا المركز الأشخاص أو الذين يعانون من بعض المشكلات ويحتوي هذا المركز المرجعي الوطني في مجال صحة الإنجاب على ملف يجمع كل المرضى المتابعين في سياق إدارة حالات الحمل المعرضة للخطر. وفي هذا الصدد أنشأ المركز وحدة جديدة لإدارة حالات الحمل المعرضة للخطر التي تساهم في الحد من الوفيات للنسوة الحوامل والجنين ذات الصلة بعوامل الخطرة، والهدف هو توفير خدمات عالية الجودة للنسوة الحوامل وتجنب عوامل الخطر والأمراض المختلفة مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وفقر الدم واللدة المبكرة وغيرها من الأمراض التي قد تعرض المرأة الحاملة وذلك قبل أو بعد الولادة. ويتوفر في هذا المشفى الأجهزة المتطورة وذلك لتحسين الخدمات الصحية وتقديم الاستشارات المتطورة لجميع النسوة الحوامل. احتضن ميناء جيبوتي الدولي مساء أمس الاثنين الاحتفال التقليدي لتنصيب قائد عملية أتلانتا التابع للاتحاد الأوروبي على متن الفرقاطة الإيطالية، وقاد الأميغال الإيطالي مالفانيا عمليات الطيران البحرية لمكافحة القرصنة والدعم الأمني البحري في الشهر الأخير، حيث قام هذا الأخير بتسليم القيادة لهذه العملية للقائد الجديد الأميغال
نانكالاريس الإسباني الذي سيدير العمليات الجاية، وحضر هذا الاحتفال ممثلو حكومة جيبوتي والحكومة الإسبانية وسلك الدبلوماسي والقوات العسكرية المتمركزة في جيبوتي. وبمناسبة تسليم السلطة للقائد الجديد، ذكر سفير الاتحاد الأوروبي في جيبوتي السيد آدم كولاش أن هذا التقييم الإيجابي بشأن القرصنة هو نتيجة لتعبئة المجتمع الدولي، ليس فقط في هدف الحفاظ على حرية التجارة في خليج عدن ومدخل البحر الأحمر، لكن أيضا لمساعدة الصومال في إعادة البناء من خلال تعزيز استسباب الأمن والاستقرار وتنمية البلاد. وتتألف عملية أتلانتا من عدة سفن في البحر حاليا، سفن إسبانية وألمانية وإيطالية، بالإضافة إلى طائرات دورية بحرية ألمانية وإيطالية. في 2009 تم بحماية ما يقارب من 400 قافلة لبرنامج الغذاء العالمي التي تتوجه إلى الصومال. احتفلت منطقة أبخ باليوم العالمي للأرامل، هذا وتم خلال هذه المناسبة تقديم مساعدات قيمة لصالح 25 من النسوة اللواتي شاركنا في هذه المناسبة من قبل وزارة المرأة والأسرة بهدف تحسين ظروفهن المعيشية. وتم إذن تقديم المساعدات القيمة لجميع النسوة في هذه القاطنات في هذه المنطقة، وستتيح هذه المناسبة لهن فرصة لبناء حياة آمنة وإيجاد فرص للأرامل، ويمكنهن أن يساعدهن أيضا لتحسين ظروفهن المعيشية. وهدف الاحتفال بهذا اليوم هو مساعدة الأرامل وتوفير الفرص للاستفادة من الرعاية الصحية والتعليم والعمل اللائق والمشاركة الكاملة في صنع القرار وتعزيز الظروف المعيشية. على غرار بقية الأعوام الماضية، تحتفل وزارة المرأة والأسرة باليوم العالمي للأرامل، وذلك في منطقة الدخل. وتأتي هذه المناسبة التي نظمتها وزارة المرأة والأسرة في إطار دعم ومساندة النسوة الأرامل في التغلب على المشاكل التي تواجهها، وتم تقديم مساعدات ل25 من النسوة في هذه المنطقة، وذلك نظرا لأوضاعها المعيشية. ويحتفل العالم باليوم العالمي للأرامل، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2010 الاحتفال بالأرامل، وذلك اعترافا وتقديرا ولفت الأنظار إلى واقع الأرامل وأطفالهن، وسعيا لتخفيف المعاناة التي تواجهها الأرملة فور وفاة زوجها، وحرصا على تقديم الدعم للنسوة التي فقدن زوجهن وتعزيز حياتهم المعيشية. كما احتفلت منطقة علي صبيح باليوم العالمي للأرامل، وذلك بمشاركة جميع النسوة. وتواجه المرأة في بعض الأحيان ظروف قاسية مما يصعب عليها الأمور لمواجهة صعوبات الحياة والتغلب عليها وتلبية احتياجاتهن الخاصة. ولذا تقوم وزارة الأسرة والمرأة بتقديم المساعدات القيمة للنسوة اللواتي فقدن أزواجهن من أجل الوقوف إلى جانبهن وتعزيز ظروفهن المعيشية من خلال إنشاء أنشطة خاصة بهن ودعمهن في مختلف المجالات الخاصة، كما قلنا قبل قليل، توفير لهن الاحتياجات التي ستسمح لهم بتلبية متطلباتهم الضرورية.
إذا مشاهدينا الكرام والآن ننتقل إلى الساحة الدولية، وللمزيد حول المواضيع الدولية تنضم إلينا الزميلة حواء. أهلا بك حواء. أهلا حسنا. ما هي آخر التطورات في الساحة الدولية؟ نبدأها بكوديفوار. شكرا لك حسنا. أصدر رئيس كوديفوار الحسن واتارا عفوا رئاسيا عن نحو 800 شخص محتجزين لدورهم في الأزمة التي شهدتها البلاد في أعقاب انتخابات عام 2010، وذلك للمصالحة الوطنية للبلاد. وقال واتارا خلال خطاب تلفزيوني إن من بين الصادر بحكمهم أو بحقهم العفو رئاسي سيدتي الأولى السابقة لكوت ديفوار زوجة الرئيس الكوت ديفواري السابق، والتي كانت تقضي عقوبة سجن لمدة 20 عاما لإدانتها في تهمات ما بينها تنظيم العديد من المحاولات لاغتيال من أجل إبقاء زوجها في السلطة. ويشار إلى أن نحو 3000 شخص لقوا حذفهم جراء الاضطرابات التي شهدتها كوت ديفوار عقب رفض الرئيس السابق الكوت ديفواري قبل قبول هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2010 أمام منافسه الرئيس الحالي واتارا. إلى السعودية، اجتمع مبرمجون أنحاء العالم في السعودية لابتكار حلول تكنولوجية متقدمة للعوائق التي عادت ما يشهدها الموسم الحج ضمن مسابقة برنامج ماراثوني هاكثون للحج، نظمت بالتزام مع بدء توافد الحجاج إلى المملكة العربية السعودية. ويتنافس الآلاف الطلاب والمبرمجون المتخصصين لساعات طويلة في قاعة مدينة جدة الساحلية غربي المملكة ضمن فعاليات أول هاكثون سعودي قبل نحو أسبوعين من بدء مراسم الحج التي يتوقع أن يشارك فيها أكثر من 1,000,000 شخص. ويمثل موسم الحج تحديا لوجستيا ضخما للسلطات السعودية، وسبق أن شهد موسم الحج في الماضي حوادث مميتة. ومن هذا المنطلق انكب المبرمجون في جدة طوال 36 ساعة من دون توقف على لحل معطلات رئيسية من خلال توظيف التكنولوجيا كيفية التفادي هذه الحوادث المميتة في المستقبل. وتقوم فكرة تطبيق في إعطاء الأولويات للحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدات طبية أكثر من الآخرين. وقام 4 طلاب مبرمجين تطبيق هو عبارة عن مفقود افتراضي يساعد حامله على تحديد موقع أقربائه المفقودين مستعينا بسوار يعمل بتقنية البلوتوث. كما صمم 4 رجال سعوديين جهاز استشعار ينذر عمال النظافة عندما تمتلئ أكياس النفايات. واستخدامات للنساء السعوديات رموز مبرمجة وحلول حاسبية متقدمة من أجل تصميم تطبيق يساعد الحجاج الذين لا يتحدثون اللغة العربية على ترجمة التعليمات إلى عدد من اللغات من دون الحاجة إلى خدمة الإنترنت. وإلى كاليفورنيا الولايات المتحدة، يسعى أكثر من 14,000 إطفائي جاهدين للسيطرة على عدة حرائق شبت شمال ولايات كاليفورنيا الأمريكية. ولقد سيطر فريق الإطفاء على 30% من حريق الذي يعد الأكبر في تاريخ الولايات حديثا، إذ أتى على الأرض تعادل مساحة مدينة لوس أنجلوس. ولا يزال الحريق آخر مشتعل شمال سان فرانسيسكو، وقد تسبب شدته في إعصار من النار يشبه بالأعاصير الهوائية. ولقد اندلع الحريق في بؤرتين متجاورتين في 27 يوم الاثنين لتشكيل أكبر حريق تشهده كاليفورنيا. ويأتي هذا الحريق على 114,850 هكتار، أي ما يعادل مساحة مدينة لوس أنجلوس، وهو أكبر من حريق توماس القياسي الذي التهم في ديسمبر الماضي 114,078 هكتار. وأخيرا إلى اليابان، تدرس اليابان تطبيق
التوقيتي الصيفي خلال العام المقبل حتى يتسنى للرياضيين المشاركين في دور الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020 للمتنافسين خلال أوقات تكون فيها درجة الحرارة أقل حسب ما تقول التقارير. وقد واجه اقتراح تقديم التوقيت ساعتين معارضة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أعرب الكثيرون عن قلقهم من أن يؤدي ذلك إلى إطالة ساعات العمل. ولقي 120 شخصا على الأقل حذفهم في موجة حر قياسية منذ يوليو. وتقول الحكومة أنها لم تقرر تطبيق هذه الخطوة بشكل رسمي حتى الآن، لكنها تسعى للحد من تأثير حرارة الصيف على الرياضيين. إذن شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، بهذا قد وصلنا إلى نهاية اللقاء، نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.